بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من شويه افتكرت حاجه مهمه، موضوع نجم الشرف مانشستر سيتي. مين اللي خد نجم الشرف مانشستر سيتي؟ كنت عارف ان رياض مرشح هو وفيل فودن وجنبهم رحيم كاكا، بس لما دورت لقيت ان رياض محرز هو اللي تم واعلان فوزه بجائزه نجم الشرف مانشستر سيتي. قلت الله اكبر، احنا كنا هنهرج بجد ونديها لحد غير رياض؟ لا، فيل فودن ولا رحيم ستيرلينج كانوا ينفعوا ان هم ياخدوا نجم الشهر اساسا، لان رياض محرز بعد اللي هو عمله في ماتش مانشستر يونايتد مفترض ان احنا نديله الجائزه وقتي اساسا. هتقول لي ماتش مانشستر يونايتد في مارس واحنا بنتكلم على الجائزه بتاع فبراير، اقول لك ما هو ماتش فبراير برده قدام سبورتنج لشبونه رياض كان مقدم عظمه، ورياض كان مقدم عظمه ماتش ايفرتون وماتش برينتفورد اللي سجل فيهم، ورياض كان مقدم تمريرات حراريه في المباريات دي برده. فاحنا بنتكلم على ان رياض محرز عامل موسم مميز جدا. رياض محرز في دوري ابطال اوروبا لاعب 8 ماتشات جايب 6 اهداف، رياض محرز لاعب 18 مباراه، لا لاعب 21 مباراه، مشاركه بدايه المباراه 11، مسجل 10 اهداف، ودي نسبه مميزه جدا 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 بالنسبه لرياض محرز في الدوري الانجليزي السنه دي. لو حابين نتكلم على اسيستات فهو عمل 4 تمريرات حراريه السنه دي. لما نتكلم على اجمالي اللي بيقدمه رياض محرز، فرياض محرز بيقدم موسم عظيم جدا 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 مع فورمه ثابته مميزه جدا جدا جدا. رياض محرز يا باشا كان لازم نديله الجائزه بتاع نجم الشهر دي، يعني ماتش بيترو بورو كنت مصمم ان هو لازم ياخد الجائزه وقتي بعد الماتش، كان رياض لازم ياخد احسن لاعب في الشهر غصب عن بوز التخين، لان احنا ماتش بيترو بورو ده كنا ممكن نطلع منه في الكاس عادي، بس رياض قدر ان هو يخلص لنا الماتش بلمحه فنيه، سجل الهدف الاول بعد كده سجلنا الهدف الثاني وخلصنا الدنيا. حتى ماتش توتنهام وسبير اللي احنا خسرناه، المطالبات بوجود رياض محرز اساسي كانت كبيره جدا، حتى من جمهور مانشستر سيتي في انجلترا مش هنا في الوطن العربي بس. حتى لما رياض نزل سجل لك ضربه جزاء هدف، يعني رياض محرز كان حاسم حتى في الماتشات اللي انت خسرت فيها. فما ينفعش انك تقعد تدي نجم الشهر رحيم كاكا، لان احنا عايزين نرجع رحيم كاكا عن امه مراجع يا باشا، خليه يغور في داهيه، مش عايزينه يرجع اساسا. ولا فيل فودن، لان فيل فودن اغلب الشهر كان مصاب واغلب الشهر كان بيلعب له 60 دقيقه ويتغير، فاي حاجه غير ان رياض ياخد احسن لاعب في الشهر ما كناش هنبلعها بصراحه. والحمد لله ان احنا عطينا الجائزه لرياض محرز. خلي الواد يفرح بقى، خلي الواد يفرح ويقدم مستوى ثابت كده، عشان عايزين على الله حكايتنا كده نخلص الدوري ده على خير. ولازم نخلص الدوري ده على خير، ندلع لعيبتنا النجوم، ندلع رياض، ندلع كيفن، ندلع روبن دياز، نقتل رحيم ستيرلينج، ندلع برناردو سيلفا، لازم ندلع نجومنا قبل ما نخش على المعمعه، لان احنا في معمعه كبيره جدا مستنيانا وماتش ليفربول والدنيا بالنسبه لنا خربانه. فنظبط رياض دلوقتي بحيث ان احنا نيجي نلاقي ماتش ليفربول. انا عارف ان ماتش ليفربول ده بيب جوارديولا ممكن يخلي رياض دكة عادي جدا، مع ان قبليها ممكن يكون رياض مسجل جولين ثلاثه ويجي الماتش اللي بعديه يقعدوا دكه، هو بيب جوارديولا كده لازم يشيل لنا في الماتشات دي. بس نتمنى التوفيق والاستمراريه لرياض محرز في اللي هو بيقدمه السنه دي، نتمنى التوفيق لرياض محرز ان هو يوصل لنهايه الموسم ان هو يكون من المرشحين لاحسن لاعب في الدوري الانجليزي، اتمناها بصراحه، واتمنى اكتر ان مانشستر سيتي ياخد الدوري، واتمنى ان انا اشوف في نهايه السيزون رياض محرز ومحمد صلاح بيتنافسه على جائزه احسن لاعب في البريمير ليج بجانب حكيم زياش. لو حكيم زياش ربنا نتعب بالسلامه ولعب ماتشين ثلاثه وما تعورش فيهم. نتمنى التوفيق للاعبين العرب، نتمنى التوفيق لاي حد لابس شيرت مانشستر سيتي، نتمنى ان شاء الله ان السيتي ياخد دوري ابطال وياخد دوري، ورياض دايما يكون احسن لاعب في الشهر دايما. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فابرونو مشجع من مشجعين مانشستر سيتي، يعني مهتم بالاخبار التافهه اللي انت ممكن تشوف ان هي اخبار تافهه زي دي.